التحية نبعث بحروفها سلام تلك البداية التي تجمعنا بكم مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة الشارقة الرياضية. فتاة زايد تواصل العمل حتى تسير في ركب التحضر، وطموحها الرياضي لا تحدى حدود سواء على المستوى الداخلي أو خارج حدود الدولة، فهي تصر أن تمضي بعزيمتها، وهذا ما رصدناه من مؤشرات لطموح عشنا نبضى على ساحة رياضة المرأة، ونختصر في عناوين تقول: تبقى الأكبر جبال الأطلسي ينحني أمام رغبة فتيات سجايا بعد أن تسلقنا قمته وأحدثنا الثورة فوق صخوره. فتيات العنكبوت يصطدن بشباكهن كأس اليد ويشربن من نخبه على حساب فرسان الدمج. رماة سيدات الشارقة يسقطن الأهداف الطائرة ببنادقهن ويخطفن الإعجاب في بطولة اتحاد الرماية. الكوميتي يبتسم لفارسات شباب الأهلي دبي والدرع حكر لإنجازهن. وأخيرا رفاه الحلو تقول نعم لرياضة المرأة الحامل، فبها يكون الموعد مع جنين مكتمل البناء. من العناوين إلى التفاصيل، والبداية مع منتسبات سجايا فتيات الشارقة اللاتي كسرن بإصرارهن وعزيمتهن الحواجز الصخرية وتحدين قمم أعلى جبال الأطلسي في شمال أفريقيا والعالم العربي. قمة جبل توبقال ليكتبن على قمته فتيات من صنع زايد. فتيات الشارقة يدخلن التاريخ من بابه الواسع كأصغر فريق فتيات يحقق أمنية الصعود إلى أعلى قمم جبال الأطلس في شمال أفريقيا والعالم العربي من خلال رحلة استكشافية إلى جبل توبقال بالمغرب الذي يبلغ ارتفاعه 4167 مترا. هن 11 فتاة تنتمين إلى نادي المغامرة التابع لسجايا فتيات الشارقة، عمرهن بين 13 و18 عاما، رفعن علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعلم مؤسسة سجايا على أعلى قمم جبال توبقال بعد مغامرة تأتي بهدف غرس روح المسؤولية وقوة التحمل والتغلب على الصعاب. تأهيل فتيات الشارقة لهذه الرحلة جاء بعد اجتيازهن لعدد من التحديات مسبقا وتأهيلهن لاعتلاء قمم جبلية أخرى أعلى من جبل توبقال، يعد الوصول إلى هذه القمة بداية محفزة لتشجيع الفتيات على تسلق قمم عالمية أخرى والانتقال من المستوى الإقليمي إلى المستوى الدولي. قمة جبل توبقال هي بداية فقط، نحن إن شاء الله ناويين على قمم أخرى عالمية. قمة جبل توبقال بتودينا نحن نسير لقمم ثانية، منها قمة كليمنجارو إن شاء الله، وقمم ثانية يمكن بعد قمة إيفرست، ونصير نحن إماراتيات، أصغر إماراتيات هنا. ويعد نادي المغامرة إحدى مبادرات سجايا فتيات الشارقة التي أطلقتها في 2016 تحت شعار إلى أبعد الحدود، بهدف تنمية مهارات روح الفريق لدى الفتيات وتعزيز قوة التحمل ومواجهة التحديات والتغلب عليها والاعتماد على النفس. وبعد أن سجل فريق سجايا فتيات الشارقة إنجازاً جديداً في سلسلة مبادراته وأنشطته، كان التكريم واجباً من مسؤولي الرياضة بإمارة الابتسامة من قبل الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي. كان أتوجه بشكل سمو الشيخ جواهر الدعم الكبير لبناته،
ونشكر مركز هدايا على ما قدموا وفاجئونا من بناتنا، ونبارك لبناتنا صعود هذا الجبل ورفع علم الإمارات في قمة الجبل. هذا يدل على ثقة البنات وثقة سمو الشيخة جواهر مركز هدايا أن بناتنا في هذا السن أن يتسلقوا الجبال، ونشكر الشكر الكبير ولي أمورهم اللي أعطوا ثقة لمركز هدايا. كذلك نحن دورنا في مجلس الشارقة الرياضي داعمين أي سبل رياضة إن كان للبنات أو للأولاد، فنتمنى لهم التوفيق، ومكاتبنا مجلس الشارقة الرياضي مفتوح لأي فكرة رياضية تقدمها لأي مراكز نسائية إن شاء الله. ونشكر مؤسسة الشارقة الإعلام قناة الرياضية على دعمها اللامحدود لبناتهم. أنا المشرفة المرافقة لوفد نادي المغامرة الفتيات اللي تسلقوا جبل تبقال بالمغرب. الحمد لله كان عندنا هدف ووصلنا له اللي هو وصول للقمة رغم الصعوبات والتحديات وكل شيء، بس البنات كان عندها إصرار وكان عندها طموح إنها توصل. وصلنا، درجة الحرارة أو البرودة كانت جدا، يعني الجو بارد كان ناقص 10 أو 10 درجات تحت الصفر. هذا كان أكبر عائق للبنات، بس تحدوه والحمد لله وصلوا القمة. وهذه أول تجربة لتجارب جاية إن شاء الله، ولقمم عالمية جاية إن شاء الله. نادي المغامرة هو أحد مبادرات سجايا فتيات الشارقة التي أطلقت عام 2016 تحت شعار إلى أبعد الحدود، والذي يعمل على تنمية مهارات روح الفريق لدى الفتيات وتعزيز قوة التحمل ومواجهة التحديات والتغلب أيضا عليها والاعتماد على النفس. ضم الفريق أصغر متسلقة إماراتية للجبل أسماء القايدي البالغة من العمر 13 سنة. الحمد لله خلصنا تسلقنا جبل طبقال، واجهنا وايد صعوبات لكن الحمد لله عديناها، ونطمح ان نتسلق الجبال اخرى ان شاء الله. بالبدايه عدينا وايد مراحل عشان نحن نوصل هالمرحله. انا وايد فخوره في نفسي عشان اني وصلت لهالمرحله ان يختاروني منتسبه من منتسبات سجايا لتسلق جبال طبقال. واجهنا وايد صعوبات في الرحله، بس الحمد لله عانينا واستمرينا وانجزنا، والهدف كان الوصول لجبل طبقال ورفع شعار سجايا وعلم الامارات. اليوم يوم جدا سعيد، واليوم نحن جدا فخورين، وفي احساس من السعاده والفرحه يعم مؤسسه سجايا فتيات الشارقه بوصول فتيات نادي المغامره الى قمه جبل طبقال، وهي اعلى قمه في الوطن العربي. طبعا هذه مجرد مرحله اولى ان يصعدون قمه جبل تبقى من القمم اللي نحن حاطين في بالنا ان بناتنا يوصلونها، وشيء ابو انوها ووايد اشدد عليه ان هذا هو اول فريق مغامرات من فئه 13 سنه الى 16 سنه، فهم اصغر مغامرات، وها هو هدفنا نحن ان ننمي مهاراتهم ومواهبهم، ونكون نحن السباقين ان شاء الله من دوله الامارات العربيه المتحده ان يكون عندنا اصغر فريق مغامرات. الإصرار لم يكن الوقود الذي اقتصر على فتيات التسلق، بل كان أيضا نفس الوقود الذي قطعت به فتيات العنكبوت الطريق إلى لقب درع كأس رئيس الدولة لكرة اليد. نتابع. على صالة صلاح الدين الرياضية أحرز فريق الجزيرة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للسيدات بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شباب الأهلي دبي بنتيجة 22-17 في المباراة التي جرت بينهما، ليحمل الجزيرة درع أغلى الكؤوس ويواصل سيطرته على ألقاب السيدات للمرة الخامسة على التوالي. نعم، تعالت الأصوات وزاد الحماس ليثبت من جديد بأن سيدات الجزيرة لكرة اليد قادرات وبجدارة على حمل الكأس، كيف لا وهن على قدر التحدي والإصرار.
انتصار الضيف لم يكن سهلا، حيث كانت البداية متكافئة من الفريقين، وأصبح التعادل عنوان اللقاء الذي استمر حتى وصلت النتيجة إلى 9-9 في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول. لكن عزيمة سيدات الجزيرة وضغطهن في امتلاك زمام المباراة أنهاها لصالحهم بنتيجة 22-17. لعبنا أصلا ما كان عندنا حارس صار لها ظرف واضطرت أنها تطلع يعني، ولعبنا مبارتين. احنا المفروض ما كنا نلعب مبارتين هالمره، كان المفروض مباراه واحده، لان احنا اصلا فايزين من 5 سنوات. المفروض الحين يلعبوا النصر والشباب، واللي يفوز فيهم هم اللي قابلنا. بس احنا رضينا باللي حطينا فيه، والحمد لله لعبنا ضد الطاوله، ضد جمهور، ضد حكام، بس وصلنا اللي نبغاه. انا بالنسبه لي اللي صار اليوم تحدي، لان احنا ما نتكلم برا ولا بالساب ولا سنابات ولا اي شيء ثاني، نحن كلامنا دائما في الملعب، والحمد لله هذا الدليل. أفراح قيادة وأسرة اللعبة في فخر أبو ظبي قد انطلقت منذ اللحظات الأولى، والأجمل مساندة الرجل وحضوره بين المدرجات وهتافاتهم باسم فتاة الجزيرة زاد من حماسهم وتفوقهم. الضغط ضغط، احنا ما عدنا حارس، ما عدنا لاعبات، ناقصين، احنا ناقصين من الحارس للاعب. لله الحمد، دعوات أمي ودعوات الكل اللي كانوا موجودين، جايين من دبا واللي جاي من فجيرة واللي جاي من كل مكان، تعبهم هذا ما مستحيل احنا نخليه راح يروح على الفاضي. تعبنا واجتهدنا وحصلنا اللي نبغاه. ومن جهتها اعربت جميلة نائلي مدربة الفريق والملقبة بصائدة البطولات عن بالغ سعادتها بما حققهن بناتها في مشوارهن بساحات كرة اليد خلال المواسم الثلاثة التي تولت قيادة اللعبة بالنادي، والذي جاء استكمالا لمشوار تفوق سيدات الجزيرة لكرة اليد منذ انطلاق اللعبة ضمن صفوف الجنس اللطيف. حتى أنا مدربة تعبت عام كل، وأنا تعبت، البنات هادو تعبوا معايا، جيت لعبت مباراة هنا نهائية، الفريق هذا ما دخلش ني في الدوري ني في الكاس، لعبنا معليش. بصح التحكيم ماشي يدير غلطات حاب يديرهم، يصراو الغلطات هادو، وكان الضغط بين اللاعبين وبين نايتو يبان هاد الشيء. سينو الحمد لله فرات، وانا فزت، وانا مسرورة علاش فزت. ما عنديش حارس، ماشي حارسة، لاعبة ولعبت حارس، والحمد لله ربي ما خيبنيش. حضر ختام البطولة ومراسيم التتويج محمد راشد عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، وعبد الله الكعبي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، وعوض هويشل عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة. التوليفة من اللاعبات المواطنات القادرات على تحقيق الفوز يساهم في تكوين أجيال قادمة تستكمل مسيرة الجيل الحاضر، حتى لا تغيب الإمارات عن المشاركات المحلية والخارجية. إذا كانت فتيات العنكبوت قد وضعن في شباكهن درع كأس رئيس الدولة لكرة اليد للسيدات، فإن فتيات نادي الشارقة الرياضي قد اصطدن ببنادقهن الأطباق الطائرة ليصنعن المجد في عالم الرماة وسط أمهر الرماة من أندية الدولة. نتابع. اختتمت بطولة الإمارات للرماية البندقية والمسدس الهوائي التي نظمها اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم بالتعاون مع نادي الذيد، والتي أقيمت المنافسات على ميادين الرماية بالنادي من الفترة 26 ولغاية 28 من أبريل الجاري. ضمت المنافسات كل من القوات المسلحة وشرطة الشارقة وشرطة دبي وشرطة أبوظبي ونادي الشارقة للمرأة وشرطة الفجيرة وشرطة رأس الخيمة وشرطة أم الجيوين وقوات الأمن الخاصة ومدرسة الشرطة بالشارقة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارة الدفاع المدني ونادي الذيد الرياضي. الإقبال كان شو اسمه متجاوبين من الكتاب اللي صدر من الاتحاد لجميع الجهات أن تشارك بهذه البطولة. كان الإقبال وايد ممتاز من العنصر النسائي ومن الرجال، وكان الله يسلم كل الجهات الحكومية اللي هي شرطة أبوظبي وشرطة الفجيرة وشرطة سقيمة وشرطة الفجيرة، كل مكان الإمارات كاملة كانت متجاوبة مع الاتحاد.
فما شاء الله عليهم الراميات والرماه اللي عندهم على طول طرشوهم ويايبين اليوم كلهم مشاركين في مكان واحد اللي هو نادي الديد. الله يطول عمره طبعا سالم بن هويدن، سعادة سالم بن هويدن نظم كل شيء هنا في النادي عندنا، والاتحاد مش مقصر نظم كل شيء، تجاوب من الفرق، تعاون من الفرق، البطولة السلسة ما شاء الله عليهم. مرت عندنا أمس نحن مرور الحمد لله، لا عندنا احتجاجات ولا عندنا مشاكل ولا عندنا أي شيء الحمد لله لك يا رب. واليوم إن شاء الله نحن في النهائيات بنوصل إن شاء الله لين تتويج، ونحن إن شاء الله في السليم يعني. كان اتحاد الرماية والقوس والسهم قد افتتح نشاط الموسم الجديد بتنظيمه باكورة مسابقاته المحلية، وهي بطولة الإمارات للرماية المسدس والبندقية 10 أمتار، والتي شهدت مشاركة 90 رامية ورامية. طبعاً بطولة الذيد السنوية اللي تقام كل سنة هي حافز لنا، وتجمع لاعبين من مختلف الإمارات، وتساعدنا على أن نحن نعيش في أجواء المباريات والتوتر، وهذا الشيء لا شك أنه يساعدنا كتدريب للبطولات الخارجية اللي نحن نمثل فيها الدولة. طبعاً للأسف انقطعت لفترة عن الرماية، ولكن هاي فقط البداية، وهذا كان تمرين أنا أخذه من البطولة. طبعاً كما أشكر نادي الذيد للرماية لأنه دائماً واقف مع اللاعبين ودائماً يجمعنا ويلم هذا الشمل الطيب، وطبعاً الروح رياضية وما في خسارة، نحن كلنا فريق واحد ونحن في النهاية كنا نمثل دولة. وضمت بطولة الإمارات لرماية البندقية والمسدس الهوائية 8 مسابقات، 4 منها في البندقية للرجال والناشئين والسيدات والناشئات، ومثلها في المسدس. من وجهة نظري 9 ملي بالنسبة لي أريح نفسياً. ليش؟ لأنه عندي 6 طلقات وعندي وقت أنا أعرفه، يعني عندنا 4 جولات، أول جولة نبتدي ب 45 ثانية، الجولة الثانية في 25، بعدين 20، بعدين 15 ثانية، فعارفة أنا عندي 6 طلقات، عندي وقت محدد لازم أخلص فيهم 6 طلقات. لكن في الهوائي لا، أنا بالنسبة لي التوتر كبير لأن بعدني جديدة في البطولة هاي، فبطيئة بعدني في الزمن ها، الوقت هذا شوي يوترني مع أنه وقت كبير، بس لأني كمبتدئة الأمور هاي شوي بالنسبة لي في البداية صعبة. هذه أول مشاركة لي في مسدس 10 متر. الأجواء كانت طيبة والحمد لله، الرماية سهلة غير عن ما توقعتها. ومن إرادة الرماة وقدرتهن على التصويب إلى القوة والعزيمة ونزالات الدفاع عن النفس، والتي أتقن جودتها لاعبات شباب الأهلي على صالة المزهر الرياضية بدبي في ختام فعاليات الدوري العام للكاراتيه لمسابقة الكوميتيه، حيث سيطرت فرق شباب الأهلي دبي بمختلف فئاتها على مسابقات البطولة، ونجحن في التتويج بدروع الفئات الأربعة وهي الفتيات والناشئات والآنسات والسيدات. الحمد لله نحن الآن تقريبا على نهاية الموسم، ننهي اليوم بطولة الدوري العام، وستبقى لنا خلال الأيام القادمة بطولة كأس رئيس الدولة التي ستقام في إمارة أبوظبي لأول مرة. والحمد لله موسمنا الرياضي كان فعال، كل الأنشطة الرياضية اللي وضعناها على جدول البطولات حقيقة حققت النتائج المرجوة. مساهمة الأندية والمراكز الخاصة في نشاط الحادي طبيعي لها الأثر الأكبر بخروج مجموعة من اللاعبين على مستوى الأبطال، هذا ما نسعى له. يعني كل ما يتم هنا في هذه الملاعب وعلى هذه الأبسطة هو أن احنا نظهر أبطال يمثلوننا في منتخباتنا من كل الأندية،
دون استثناء. اليوم كان عندنا مباراة بطولة الدوري العام للكاراتيه للموسم 2017-2018 والحمد لله حرزنا على المركز الأول فئة السيدات، وشكرا كثير وجزيل الشكر وللكابتن محمد عبد العزيز اللي دعمنا كثير ووقف جنبنا والكابتن أمير، والله ما قصروا. بتمنى وبشجع كل البنات انه تدخل هيك بطولات لانه فعليا بتحفزك انه انت يعني بتشجعك على المنافسه، بيكون في عندك روح الحماس، فشغلات حلوه يعني. الحمد لله جبنا درع الانسات ودرع السيدات، وبدي اشكر الكابتن محمد، وبدي اشكر النادي وكل اللي بيدعمونا. واللي استفدت من البطوله انه مهما حصل ما تستسلمي، ويعني عادي على اخر ثواني تقدري تفوزي، فلازم يكون في عزم. وكمان استفدت من البطوله انه كل تعبك بيكون له فايده، لو مش هلا بعدين. القوة قد تكون مطلبا مهما عند الدفاع عن النفس، لكن الرياضة والتغذية هي داء الشفاء الذي به يخرج الجنين إلى حيز الوجود. نتابع. اليوم رح نحكي عن الوزن الطبيعي للمرأة وزيادة الوزن الطبيعية خلال الحمل وأهمية الرياضة للمرأة الحامل أثناء الحمل وبعد الولادة. الوزن الطبيعي للمرأة بيتحدد حسب مشعر كتلة الجسم الـ BMI، وبناء عليه اللي هو قبل الحمل، بناء عليه بنحدد زيادة الوزن المقبولة خلال الحمل. أهمية الرياضة للمرأة الحامل خلال الحمل جدا مهمة. أول شيء تساعد على عدم اكتساب وزن زائد عن الطبيعي، تساعدها على الدخول بطور المخاض والولادة الطبيعية بشكل مريح، تحسين النوم، تحسين الحالة النفسية للسيدة الحامل. طبعا الرياضة المقبولة هي بمعدل للسيدة التي جسمها متعود على الرياضة قبل الحمل بمعدل 30 دقيقة يوميا، الرياضة متوسطة الشدة. بالنسبة للتغذية خلال الحمل بنعتمد على وجبات متعددة كميات قليلة. أهم العناصر الغذائية مفروض تتناول الغذاء الغني بالألياف المتوفر في البقوليات والحبوب كاملة القمح وفي الخضار والفواكه. أيضا نعتمد على الغذاء الغني بالبروتين المتواجد باللحم المطهو بشكل جيد، بالدواجن وبالأجبان والألبان، وأيضا الغذاء الغني بالكالسيوم الموجود أيضا في الأجبان والألبان، ويفضل قليلة الدسم بشكل عام. أما الإكثار من السوائل قدر الإمكان ما يعادل لتر ونصف لترين من الماء يوميا، وأيضا لا يقل عن 5 حصص من الخضار والفواكه المتنوعة لغناها بالألياف ولغناها بالعناصر المغذية الفيتامينات والمعادن الضرورية للحامل. هذا كانت بعض النصائح للسيدة الحامل أثناء الحمل وبعد الولادة. ما زالت الفعاليات والإنجازات تتحقق داخل صرح نادي الشارقة الرياضي للمرأة، حيث حقق منذ أيام فريق كرة الطائرة للفتيات بطولة الدوري العام
وذلك بعد فوزه الذي حقق على حساب فريق شباب الأهلي دبي بنتيجة 3 أشواط لشوط واحد. وفي هذا السياق يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف مي العامري إدارية الفريق. نرحب فيك مي في برنامج رياضة المرأة. أهلا سنور للإيمان ولأسرة مؤسسة الشارجة الإعلام لجميع متابعينا. مي في البداية حدثينا عن الإنجاز الذي حققت الفتيات بالفوز بدرع دوري الطائرة للفتيات. أول شيء طبعا وجه شكر لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارجة رياضة المرأة، وفوزنا وتتويجنا بالمركز الأول مثل ما نقول هو تثمين وتقدير لسموها على كل الدعم اللي تقدمه للفرق الرياضية في المؤسسة وفي النادي. مثل ما نقول يعني يمكن الموسم هذا يعني فعلا تعبوا فيه البنات، ولكن لأنه كان في تارجت معين الحمد لله كلنا كنا يعني نصب عيلنا على هذا التارجت وحققناه الحمد لله بجهود الجميع. والشكر أيضا للأستاذة ندى عسكر نقلي مدير عام مؤسسة الشارجة على كل الدعم من خلال متابعتها ولقاءاتها مع اللاعبات وتشجيعها لهم. هذا كان حافز للبنات إن فعلا كان في اهتمام للوصول لمنصات التتويج وبالمركز الأول يعني خاصة. أكيد طبعا مي، بالتأكيد هالإنجاز مثل ما قلتي وراء دعم كبير من مسؤولي نادي الشارقة الرياضي للمرأة الفتيات من أجل أن يحققون هذا اللقب، لو تتكلمين عن هذا الدعم بعد يعني شوي. الدعم مثل ما قلنا كانت في دائما ملاحظات للاعبات الاستمرار، تعرفين يعني احنا يمكن بدينا الدوري في بداية السنة وصادف في عندنا حتى فترة ضغوطات مع اللاعبات، فكان دعم النادي انه يمكن اذا ما كانوا بيحضرون حتى في منتصف الاسبوع انهم يحضرون تدريبات، لكن فعلا كان في تضحيه كبيره وحاولنا حتى احنا كاداره النادي والمؤسسه ان نشوف شو اللي بيناسب اللاعب اللي عندنا وطالبه في نفس الوقت. فكنا حتى التدريبات كنا ناجلها ونحطها في الويكند، والحمد لله يعني فعلا كان في يعني تضحيات كبيره من اللاعبات انفسهم على اساس انهم فعلا يحققون الشيء اللي كانوا يبغونه، وكان فعلا في تدريبات تبدا من عندنا من الويكند وكانوا يحضرون فيها صبح ومساء. فالحمد لله يعني اتوقع يعني حتى الخطه البديله اللي احنا وضعناها مشت الحمد لله، فهذا كله يعني كلها من خبرات سابقه يمكن حتى احنا جربناها ويا الفرق الثانيه. فهذا هو كان الدعم القوي اللي فعلا اللي احنا يعني اعطينا اهتمام حتى من الجانب التعليمي للبنات، عرفتي؟ أكيد. مش انه بس ان لاعبات وخلاص، احنا لانهم في النهايه مش اداء يعني انك انت بس احضر ولعب ويجيب لنا فوز، لا بالعكس يمكن حتى الاهتمام من جميع الجوانب. فيمكن هذه الميزه اللي تتميز فيها المؤسسه، عشان شيء كان في فعلا تقدير من اللاعبات انهم حتى يردونا يمكن رد جميل من اللي كانت تقدم المؤسسه لهم حتى. اكيد نحن نبارك لكم للمره الثانيه مي. شكرا استاذ مي العامري اداريه فريق نادي الشارقه الرياضي للمراه لكره الطائره على مداخلتك الهاتفيه، مع خالص امنياتنا لكم بمزيد من الانجازات. أعزائي مشاهدي ومتابعي رياضة المرأة، وصلنا معكم لمحطة الختام في حلقة اليوم من رحلة العطاء للمرأة الإماراتية. نتمنى أن نكون على قدر الدقائق التي عشناها معكم. لقاءنا يتجدد معكم الأسبوع القادم بمشيئة الله. إلى أن يحين الموعد، أستودعكم الله.